مشاهدينا، أطفأ برج إيفل أضواءه تضامنا مع أهالي حلب. برج إيفل أشهر الأبراج في العالم، وهناك تضامن دولي مع الأحداث في حلب. هناك مظاهرات اليوم شهدتها فرنسا وألمانيا وإسبانيا، كما استدعت هولندا السفيرين الروسي والإيراني بسبب تطورات الأحداث في حلب. واليوم كانت هناك آمال لاستمرار وقف إطلاق النار وتنفيذ اتفاق إجلاء المدنيين والمقاتلين من حلب، ولكن انهار هذا الاتفاق. وأكدت المعارضة أن إيران والنظام السوري وراء إجلاء